السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في الفيديو رقم 2 من كورس Power Distribution System. معكم مهندس أحمد دراز من أكاديمية إنجي سوفت للتدريب الهندسي. إن شاء الله اليوم هنتعرف في الفيديو عن خطوات التصميم لأي مشروع كهربي. في البداية عشان أصمم مشروع كهربي لازم أحدد المتطلبات العامة لتصميم شبكة الكهرباء للمبنى، بمعنى ان المبنى السكني بيكون غير المبنى التجاري غير المبنى الاداري، بيكون ليه متطلبات، سواء متطلبات عامة في التصميم او متطلبات خاصة للعميل او متطلبات خاصة للمدينة الموجود فيها المبنى. رقم 2، تقدير الاحمال الكهربائية load estimation. أنا ليه ممكن أعمل تقدير للأحمال الكهربائية في بداية المشروع؟ بشكل عام ممكن المهندس المعماري يكون محتاج هيكون عنده كام غرفة كهرباء عشان المحولات مولدات الطوارئ، فبالتالي أنا محتاج بصورة مبدئية أعرف الأحمال التي من المتوقع أن تكون عندي بالمبنى. ممكن شركات الكهرباء عشان أستخرج منها تراخيص أحتاج أعرف الأحمال المتوقعة، فبالتالي عندي طريقة لحساب الأحمال بصورة مبدئية بناء على حسابات المساحات أو حسابات الفولت أمبير بير متر سكوير. طب إيه الأحمال الموجودة عندي في المبنى؟ أنا عندي في المبنى أمثال أحمال زي أحمال الإنارة، أحمال البرايز، أحمال التكييف، أحمال السخانات، أحمال المواتير وأحمال المصاعد. رقم 2، في البداية الفعلية للمشروع هو ان انا ببتدي اوزع الانارة وكشافات الانارة داخل المبنى، وفي الجزء ده بستخدم برنامج دايلكس وبعرف كمية اللوكس اللي ممكن تكون في المكان من خلال جداول معتمدة داخل الاكواد المختلفة او من خلال كود المنطقة اللي انا موجود فيها. ببتدي بعد ما اصمم الانارة على برنامج دايلكس اخد الكشافات والتصميم انقله لبرنامج الاوتوكاد وابتدي انسق مع المهندس المعماري ومهندس الديكور بخصوص الانارة. الخطوة رقم 3 في التصميم ان ابدأ توزيع مخارج القوة. مخارج القوة زي السوكتس، مخارج السخانات، مخارج التكييف، بشكل عام اي جهاز يحتاج الى قوة انا بخدمه عندي، فيتم توزيع السوكتس طبقا لرسمة الأساس، أو توزيع السخانات والتكييف بالنسبة للمعدات أو بعض متطلبات العميل. بالتالي لازم أتم أنسق مع العميل وأنسق مع المهندس المعماري وأنسق مع المهندس الميكانيك، أستلم لوحة خاصة بتوزيع الأساس داخل البلان عندي من المهندس المعماري أو مهندس الديكور. مهندس الميكانيكا لازم يكون محدد لي أجهزة التكييف، أجهزة السخانات أو المهمات الميكانيكية موجودة فين، ولازم يكون عندي تصور أو معرفة متطلبات العميل. بعد كده بنبتدي نوزع ديسكونكت سويتش للمهمات الميكانيكية، ودي بتستخدم في حالة إن أنا عاوز أعمل صيانة للمعدة الموجودة عندي، فبفصل عنها التيار الكهربي وبيتم عمل الصيانة. بعد كده بنقسم جميع الأحمال اللي عندي لدوائر فرعية برانش سيركت أو لينيات، بمعنى إن الإنارة دايرة الإنارة تكون 1200 فولت أمبير، بينما دايرة السوكتس العادية الدائرة الواحدة برانش سيركت بيكون عليها من 5 لـ8 سوكتس. دائرة السخان هي دائرة منفصلة كما دائرة التكييف ودائرة الباور سوكتس. أبتدي بعد كده أوزع الدوائر على الثلاثة فيز داخل اللوحة عندي. ببتدي بعد ما قسمت الأحمال اللي عندي إلى لينيات أبتدي أوزعها داخل جداول الأحمال أو اللود سكادجول، مع مراعاة إن يكون في اتزان بين الثلاثة فيز، بين الثلاث بارات عندي داخل اللوحة، بما لا يزيد نسبة عدم الاتزان بين الثلاثة فيز عن 10%. بعد كده بحدد ديماند فاكتور للأحمال اللي عندي، وبستخرج ديماند لود سكادجول لكل لوحة توزيع،
وعلى أساس الديماند لود بيتم حساب القاطع العمومي ويتم حساب الكيبل المغذي. بعد كده ببتدي أشتغل على السنجل لاين دايجرام. هنتعلم مع بعض كيفية تصميم السنجل لاين دايجرام لكل لوحة منفصلة. والسنجل لاين دايجرام لابد أن يتواجد عليه بعض البيانات المهمة زي توصيف الكيبل العمومي المغذي للوحة وتوصيف كامل القواطع داخل اللوحة سواء قواطع فرعية أو القاطع الرئيسي. في توصيف القاطع أنا بوصف نوع القاطع، عدد الأقطاب، كمبول الأمبير الخاص بالقاطع وشورت سيركت كباستي للقاطع. بوصف عدد القواطع الفرعية، اسم الحمل اللي القاطع بيغذي، الكيبل المغذي ليه الكروس سيكشن بتاعه قد ايه. بوصف البازبارز الداخل القاطع، بوصف البازبارز عدد الفيزات سواء هو 1 فيز او 3 فيز، جهد التشغيل، تردد التشغيل اللوحة والتيار وتيار القصر. بعد ما بخلص اللوحات الفرعية اعمل لها سنجل لاين دايجرام، بعد بعمل للسيستم ككل كلوحة عمومية بعمل لها مين رايزر دايجرام كامل التوصيف بنفس المواصفات اللي ذكرناها. بعد ما حددت جميع الأحمال عندي وصممت اللوحات الفرعية وصممت اللوحة الرئيسية، فبالتالي أنا عندي الحبل الكلي للمبنى. على أساسه ببتدي أختار المهمات عندي كالترانسفورمر والجنريتور واليو بي اس، وبالتالي بنتعرف خلال الجزء ده على الاي تي اس الاوتوماتيك ترانسفير سويتش، وهنتعرف على الرينج مين يونت. ببتدي أعمل اختيار للكابلات المغذية للوحات العمومية والفرعية، ده بناء على تيار القاطع الرئيسي اللي انا اخترته لكل لوحة. الكابلات بعمل لها حاجة اسمها دريتنج فاكتور او معامل تصحيح لتصحيح وضع الكيبل. ممكن شركة الكابلات مصنعة الكيبل وبتقول لي ان الكيبل 4 ملي بيشيل 22 امبير، بيشيل ال 22 امبير في حالة انه موضوع في الهواء. طيب انا لو وضعت الكيبل 4 ملي في بايب، فبالتالي لازم ادرس حالة اللي اتعدلت على الكيبل، كيفية تعديل التيار، فبستخدم حاجة اسمها الديريتنج فاكتور هنتعرف عليها ان شاء الله. بعد ما بخلص التصميم عندي عاوز اتأكد ان كل حاجة اخترتها صح، سواء مقطع الكيبل سواء القاطع، صممت الاحمال عندي صح، فببتدي اعمل فولتج حسابات الفولتج دروب، وده بعتمد فيه على اطوال الكابلات والتيار وقيمة الفولتج دروب، ودي بتكون موجودة في الكتالوجات الخاصة بالكابلات. وبحسب نسبة الفولتية ويجب أن تكون أقل من 5%، يعني ما ينفعش تزيد عن 5%. طيب لو زادت عن 5% هنعرفه إزاي نعالج المشكلة. هنقوم بعد كده بحساب تيارات القصر الشورت سيركت كالكوليشنز. الشورت سيركت كالكوليشن مهمة، اللي أنا بحدد عليها القواطع والكابلات وقيمة تيار القصر باللوحات الفرعية والعمومية. لابد القاطع والكيبل يتحمل كمية الشورت سيركت اللي هتحصل في المكان الموجود فيه القاطع والكابلات. لو انا اخترت قاطع قيمة الشورت سيركت ليه اقل من قيمة شورت سيركت اللي هتحصل، القاطع هيتحرق، فبالتالي لازم اختار قاطع قيمة الشورت سيركت الخاصة بي اكبر من قيمة الشورت سيركت اللي هتحصل عندي ويتحمل تيار الشورت سيركت لمدة معينة. بعد الانتهاء من كل التصميم وحسابات الفولتج دروب وحسابات الشورت سيركت هيتم الرجوع للسنجل لاين دايجرام وكتابة او تعديل اي شيء تعدل. نتيجة الفولتج دروب انا ممكن اعدل كيبلز، فبالتالي برجع اغير توصيف الكيبلز. الشورت سيركت ببتدي اخش السنجل لاين دايجرام اكتب عند كل قاطع توصيف الشورت سيركت ليه كام. بالتالي احنا انتهينا من جزء الباور، هنخش بعد كده على تصميم الارضي الايرسينج سيستم وتصميم الحماية من الصواعق. ان شاء الله في الفيديو القادم هنبتدي في التقدير المبدئي للاحمال والتعرف على بعض العوامل المهمة التي يجب معرفتها قبل التقدير المبدئي للاحمال.